وهو ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، اللي هو بيستا بقى. بالظبط بيستا. كويس جدا، يا ريت ننزله برده قدام حضراتكم على الشاشه عشان الناس تشوفه ونفهم بقى اكتر بيستا ايه المكونات اللي فيه اللي ممكن ان انا لو اخدته قبل الوجبه. هو بيتاخد قبل الوجبه صح كده؟ قبل الوجبه بتلت ساعة ممكن تساعد ان انا ما اكلش يعني. هي بس عندي سؤال معلش عشان برده انا دي واقعه مني. انا لو خدت بيستا قبل الوجبه بنص ساعه هقدر اكل اللي انا عايزاه، بس انا غصب عني مش هبقى قادره اكمل الصلاه اصلا يعني. احنا ما بنقولش للناس هنا مع استخدام بيستا ان انت عامل دايت، لا انت كل عادي بس تاخده قبل الاكل بنص ساعه. بالظبط، حلو ده. ساعات في ناس بتبقى عامله دايت بس حتى الكميات اللي محطوطه لها دي هي شايفاها قليله، فهي بتبقى عايزه تاكل اكتر من كده بالذات في الكربوهيدرات. ففكره ان هو ياخده قبل الوجبه، سواء بقى حد بيعمل دايت وهو بياكل كتير، سواء حد ماشي عادي على هيلثي لايف ستايل بس ساعات بيبقى في فرح، معزومه خارجه مع اصحابها، أيوة. عندهم مناسبه ما، هيضطروا ان هم يطلعوا بره الاطار بتاع الهيلثي فود ده، او اطفال صغيرين مثلا عندهم كريفنجز طول الوقت او شرها او انها من ناحيه الحلويات والسكريات، فهو بس مش بيستخدم عشان الناس تخس، لان هو بيعمل حاجتين. هو بيتحكم في الشهيه بتاعتي ان هو بيخليني اكل اقل من الاكل اللي انا عايز اكله، وبالتالي هدخل سعرات اقل وبالتالي هحرق اكتر، وبيتحكم لي في الكريفنجز كمان ان انا ما يبقاش نفسي رايحه أصلاً. لاي حاجه بالظبط. يعني انا لما هاخده احس ان انا الشهيه بتاعتي اتسدت، وهنا الشهيه هتتسد بصوره طبيعيه، لان هو اول مكون فيه اللي هو المكون الرئيسي هو الالياف، اللي هي بتدخل تمتص الميه اللي جوه المعده، بتاخد حيز كبير، فانا بلاقي ان انا حتى لو قدامي كميه كبيره انا ما بقدرش ان انا اكمل كل ده. وبيستا هو المنتج الاول اللي فيه ثلاث انواع من الالياف، اللي هم رده القمح والشوفان والقشور بتاعه السيليوم بتركيز 6 جرام. تاني حاجه بقى اللي هتساعدني جنب سد الشهيه اللي هو الحرق. احنا اغلب اكلنا يا فيه دهون كتير يا فيه نشويات وسكريات كتير، فهو فيه الاثنين، فيه كروميوم بتركيز 500 مايكرو جرام، وده عنصر موجود جوه الجسم بيخلي الجسم يحرق نشويات اكتر ويحسن من الحساسيه بتاعه الانسولين. فالناس برضو اللي عندها مقاومه انسولين النزول بتاعها بيبقى ابطا شويه، فده بيساعدنا ان احنا الحرق بتاعنا يبقى اعلى شويه. والحاجه الثانيه فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا مشهور بفوائده عشان المناعه والبشره، بس في ليتست ستاديز كده لقت ان هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بسد الشهيه بتاعتي، وبتحكم في الاكل، وكل ده من منتجات كلها طبيعيه او المكونات بتاعته طبيعيه بالظبط زي ما بيتقال. طيب ممكن حد يجي وده ما اعرفش معلومه صح ولا غلط، يقول لك طيب لما انا باكل كميات قليله واستمر في ده فتره من الوقت، هل فعلا بيحصل ان معدتي بتصغر ولا مفيش حاجه اسمها اصلا معدتي بتصغر؟ لا، هي معدتي ما بتصغرش في الحجم غير بالعمليات الجراحيه، بس انا بعمل محاكاه ان بقى هو ده بس كميه الاكل، فانا اتعودت ان هو ده حجم معدتي، لكن انا معدتي في جهازي الهضمي هي نفس الحجم، بس هي ما بقتش بتستوعب اكتر من الكميه اللي انا عودتها عليها. كويس. وهو ده المفروض، لان انا مش المفروض املى معدتي كلها باكل، انا في تلت للنفس بتاعي وتلت للميه وتلت للاكل، بس احنا بقى متعودين احنا بناكل لحد ما الاكل بيوصل لنا لحدين. نفسنا حلوه يا جماعه، نفسنا حلوه واكلنا حلو. اه والله. طب